خالو اجى لهون صح؟ بابا بدون لف ودوران، أنا بحبه لفادي، بحبه عن جد بحبه. لهون حقك، أنا ما بقول شي وبفعل شي تاني، لا لهون حقك. شلون يعني لهون؟ ما فهمت عليك. رح قلك بس توصل المسألة لسمعتنا ولعلاقتنا مع الناس والقرايبين والمعارف بصير نحن إلنا حق، وبس توصل المسألة للشرع والقانون بصير المجتمع إله حق. دورية براسك. يعني أنت شخصيا ما عندك اعتراض؟ أنت قلتيلي بلا لف ودوران، ما هيك؟ مو ظابطة، صدقيني مو ظابطة، غير دين، وهذا مو رأي شخصي، هي هيك. إذا هذا جوابك معناتها هذا قمع. عم تقري عن حقوق الإنسان؟ أوكي، روحي على المكتبات وبحبشي بين كل الكتب، إذا بتلاقي في كتاب واحد عم يعالج مشكلتك بالقانون قليلي وهاتيلي إياه. بس ما حكيت هذا الحكي عن ميسون ومارك. مارك أجنبي وما عنده قوانين تمنعه، بعدين الرجال وافق على كل شروطنا ووقع.